سعاد هو الاسم المستعار الذي اخترناه لمحدثتنا، امرأة في الأربعين حلمت بعمل في الخارج لتحسن بعائداته ظروف عيشها، فوقعت ضحية تحيل مكتب تشغيل وعدها بالعمل في بلد عربي كمعينة منزلية، فوجدت نفسها في بيت دعارة. جيت الغادي وفكوا لي الفلوس وما خلوا معاملوا فيا. هذه المرأة اللي مشيت لها حتى مصلح جبدوها علي، راهو بالحق يا هدوني، قالوا لي تمشي نهزوك الدار يا نعدوك الحبس يا نقتلوك لهنا ونفيق بك حتى حد، لكن أنا ما توعتيش، أنا روحت، أنا هربت منهم ومشيت القنصلية. سعاد لم تكن الضحية الوحيدة لمكاتب توظيف بالخارج غير مرخص لها، فغيرها كثيرون، بعضهم دفع أموالا لمكتب تديره امرأة للحصول على عقد عمل بالخارج، فحصدوا المماطلة والتسويف. حضرت لنا الأوراق بعد 15 يوم يمكن 20 يوم، طلبتني قالت لي جرى وجاء العقد نتاعك جا قرا باش توافق عليهم، وما توافقش عليه. مشيت انا ومرتي واختي قرينا العقد، اختي قرات العقد قالت لي باهي اوكي، اعطيناهم 4 ملايين ونص، قالت لي في ظرف شهرين 3 شهور تحضر لك التاشيره نتاعك وتقصد ربي. ومشينا للمطار من 8 تاع الصباح نستناو المطلث، لا تحصلنا عليها، هي لا جات، هي لا جا باسبور لا جا حتى شيء. حاولت بصرف الفلوس لكن المرأة مش موجودة، قالوا لي هاي في عمان، هاي في الخليج، هاي في كل مرة، كل مرة كل مرة كل مرة، وأنا معناها ضحية التلاعب هذا. في الأخر كما قلت سيادتك ما التجأت للقضاء وقدمت قضية وهني تو نتبع فيها. القضاء كان كذلك مقصد وزارة التكوين المهني والتشغيل بعد تلقيها عشرات الشكاوى من ضحايا 6 مكاتب تشغيل غير مرخص لها وتعمل تحت مسمى شركة خدمات. بالنظر إلى حجم الجرائم وخطورتها اليوم قررنا عدم الاكتفاء بالمسار القضائي والتنبيه والدعوات وتشجيع هؤلاء إلى الدخول في الاقتصاد المنظم وفي المسار القانوني، قررنا أن نمر إلى مرحلة الغلق الإداري بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية.